هي ليلة الأولى من ليالي المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الحضرية في طبعتها 13، ليلة صدح فيها كبار الفنانين بأجمل أغانيهم على ركح المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة. الفنان التونسي زياد غرسة سفر بالجمهور العاشق للفن الأصيل والأغنية المالوفية من خلال أدائه لمجموعة من أغانيه الجديدة وسط تفاعل كبير للجمهور العنابي. دعوة من لدن معالي وزير الثقافة سيد عز الدين مهوبي مشكور، استدعاني يعني باش نقوم بجولة في الجزائر، يعني من عنابة، القسنطينة، التلمسان، البسكرة والجزائر. يدخل سنته الثالثة لتقديم الوجه الناصع والجميل والتراثي للموسيقى الجزائرية الأصيلة التي نشأت في الحضائر الوطنية. هنا وعلى مدار 6 أيام كاملة سيتعاقب كبار وعمالقة الفن الجزائري الأصيل لتضاف بذلك سنة أخرى لعمر هذا المهرجان، وتستمر معه السهرة الرمضانية بمدينة العنب.